أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا واستر عيوبنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة شرائط وجوب الصلاة، وقلنا في شرائط وجوب الصلاة أنها تجب بالإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد للإسلام، يعني فترة ردته، لأنه متعديا بردته. ووقفنا في جزء نريد أن نشرحه بالتفصيل، يقول: وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام، أي يجب عليه قضاء الصلاة التي لم يصليها فترة ردته إن عاد إلى الإسلام، تغليظا عليه. ولو ارتد ثم جن ولو من غير تعد قضى زمن الجنون، لأن احنا المجنون لا غير مكلف، لكن لو ارتد أولا ثم جن فترة ردته يطالب بإعادة الصلاة حتى فترة جنونه، لأنها داخلة في ردته. ولو ارتد أولا ثم جن ولو من غير تعد، يعني جن من غير تعد يعني إيه؟ يعني اتجنن لوحده، ما خدش دواء جننه، يعني لم يتناول دواء معين أو يفعل أمر معين إيه فصار به مجنونا متعديا، لا ده اتجنن لوحده. ولو ارتد أولا ثم جن فترة ردته ولو من غير تعد، أي بغير تدخل منه، قضى زمن الجنون الواقع فيها، أي في ردته، حيث لم يحكم بإسلامه تبعا، لأنه لما جن في ردته فحكم على فترة جنونه تبعا للردة، فصارت لا حكم الردة كلها. لو مسلم وجن لا يقضي زمن جنونه لأن محكوم عليه، كويس؟ فلو شوف المثال ده مهم عشان نفهمه بقى. فلو أسلم الأب في حال جنون ابنه، معلوم افرض راجل كافر وابنه كبير مكلف عنده 20 سنة لكنه مجنون، وأسلم هذا الرجل، الابن المجنون يتبع الأب في الإسلام، يصير الابن المجنون ده مسلم تبع أبوه، حتى في سن التكليف، بس مجنون، يعني واحد مسلم أسلم وابنه كبير في سن التكليف لكنه مجنون، وأسلم هذا الرجل، ولا ابنه المجنون ده يبقى يحكم له بالإسلام تبع لأبيه. فلو مات الواد ده في حال جنونه يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، له حكم المسلم، ولو مات هيرثه إرث المسلم للمسلم، كويس؟ مش نستنى ما الواد يفوق من جنونه وبعدين نعرض عليه الإسلام، لا، ده أسلم تبعا لأبيه لأنه مجنون. خدت بالك القصة دي؟ لكنه مجنون تبع لوليه على طول، حكمه حكم الصبي بقى، هيبقى حكمه حكم الصبي. يعني انت دلوقتي لو ابنك صغير بيرضع وانت وواحد اسلم وابنه رضيع، ابنه بيبقى ايه؟ مسلم تبع لابيه، صح؟ طيب المجنون بياخد حكم الصبي ده الصغير، فاذا كان حتى ولو سنه كبير لكنه مجنون، ابوه اسلم يبقى مسلم تبعا لابيه. جار الاب ده ارتد، فهمت بقى؟ ارتد تاني
والولد لسه ابنه ده مجنون، ما زال لا يحكم لابنه انه ارتد، يفضل ابنه مسلم. وبالتالي لو عاد الاب للاسلام مرة اخرى، لو نطالب الابن اذا افاق من جنونه ان يعيد صلواته فترة ردة ابيه. فهمت بقى المسألة؟ لانه لم يتعدى. فهمت المسألة بقى كويس؟ لكن يطالب الاب باعادة الصلاة فترة ردته هو نفسه، لانه تعدى بردته. اما المجنون فلا يحكم بايه؟ بردته تعديا. فهمت؟ نقراها بقى تاني اللفظ بتاع الشيخ لانها كانت مهمة، عايزين نفهمها. بيقول: فلو أسلم الأب في حال جنون ابنه، يبقى الابن المجنون ده صار مسلما تبعا لأبيه. كويس؟ لحظة واحدة. الواقع في زمن ردته، كويس، في حال جنون ابنه، الواقع في زمن ردته، ابنه اتجنن وقت ردة أبوه، الابن اتجنن وقت ردة أبوه، يفضل الابن مسلم لأنه الابن اتجنن وهو مسلم. فهمت ازاي؟ لم يقضي هذا الابن لو عاد له عقله من حين الحكم بإسلامه، حيث لم يكن متعديا من حين الحكم بإسلامه. واخد بالك ازاي؟ يعني بعودة أبيه للإسلام. يقصد هنا لم يقضي الابن، لم يقضي الابن نفسه، لم يقضي من حين الحكم بإسلام أبيه، من حين حكم بإسلام أبيه، لأنه أسلم مع أبوه. يعني أبوه أسلم قعد سنة مسلم، كويس، والابن كان مجنون، يفضل الابن ده مسلم. جاء الأب ده بعد سنة من إسلامه ارتد، شهرين ارتد، شهرين، كويس، وبعدين عاد للإسلام مرة أخرى، كويس. الابن أفاق وعاد له عقله، ما نقولوش عيد فترة الشهرين الصلاة بتوع ردة أبيك، لكن نقول للأب عيد أنت الشهرين الصلاة دول لأنه متعدد. فهمت بقى المسألة دي؟ طيب أيوة اتفضل. سؤالي في السنة الأولانية، لو الابن ده جن حديثا، يعني كان مر عليه سن التكليف وما يدرش، لكن ساعة ما دخل أبوه في الإسلام كان الابن إيه؟ بس هو رفض الإسلام. مالناش دعوة بقى، ما هو دلوقتي لما أبوه دخل في الإسلام ابنه شكله إيه؟ مجنون، كأنه بقى صبي صغير، كأنه بيرضع. ايوه، يحكم له بالاسلام تبعا على طول مباشره، زي الابن اللي في ايدك كده، واد في كي جي 1 ولا في الحضانه، والاب اسلم، الواد بتاع الحضانه بقى مسلم تبعا على طول. فهمت بقى المساله؟ فهو بقى حكمه حكم الطفل الصغير. لو فاق من جنونه وقلنا له ده انت بقيت مسلم، نطالبه بالصلاه من وقت افاقته، جاء قال لا انا مش عايز ابقى مسلم، يبقى ارتد. يبقى هنا ارتد لانه عقل وعرضنا عليه الاسلام فرفضه. فهمت بقى المساله؟ يبقى ارتد، وبعد كده عاد للاسلام مره اخرى، نقضي الفتره اللي ايه اللي ارتد فيها بعقله، حتى ولو قلنا بعد ردته يقضي فتره جنونه الثانيه لانه ارتد وقت عقله. فافرض هو الواد فاق بعد شهرين، واخد بالك ازاي، من جنونه، قالوا له ده ابوك اسلم بقى له شهرين، اتصلي بقى زي ابوك، قال لك لا ده ما خدش رايي، انا لا مش عايز، يبقى الواد ارتد. كويس؟ وبعد ما ارتد باسبوع رجعت له الجنونه تاني، اتجنن تاني، ارتد وهو ايه، اتجنن وهو مرتد، وبعدين بعد شهر فاق، نقول له لا عيد بقى، عيد كله لانه دخل في الاسلام مره اخرى. فهمت بقى المساله؟ ايوه. طب لو ارتد احنا ما بنتكلمش، الفقيه ما بيقولش ينفذ، لان الفقيه مش قاضي. استنى بس، استنى بس، ايوه، اصل احنا ما بنجيبش المرتد كده نذبحه، ده احنا بنجيب المرتد ده نقعده في حته محترمه جدا، ونجيب له علماء يكلموه يوم واثنين وثلاثه، ونجيب له كتب يقراها، ونشيل الشبهات من ذهنه، ومش هنجلده ولا نضربه ولا. فهمت المساله؟ هنعرض عليه بقى ايه بالعقل كده تماما، فإذا استقر بعد استتابته الفترة الكافية اللي المختلف فيها عند الفقهاء، فترة الاستتابة دي، واستقر الأمر وكان فيه حكم بهذا الحد، هيقتل، بس بمعرفة ولي الأمر مش بمعرفتنا احنا. الفقيه بقى ملوش دعوة، الفقيه ليه يقول له والله
انا بقيت شيوعي فتره 3 سنين وبعدين عدت للاسلام، اعمل ايه ايها الفقيه؟ يقول له، هيقول له لا احنا حقنا كنا قتلناك في ال3 سنين دي ابدا. هيقول له عيد الصلوات بتاعت ال3 سنين، ملوش دخل الفقيه بقى فيه. فهمت المساله؟ حيث بيقول لك ايه، لم يقض من حين الحكم باسلامه حيث لم يكن متعديا، بخلاف ما لو شوف بخلاف ما لو ارتدت ثم حاضت او نفست. طب واحده ارتدت وبعدين احنا عايزين من شروط وجوب الصلاه الخلو من الحيض والنفاس، من شروط وجوب الصلاه الخلو من الحيض والنفاس وبلوغ الدعوه، مش كده برضه؟ وسلامه الحواس قايلين الحاجات دي. طيب هي ارتدت ثم حاضت او نفست ثم عادت للاسلام بعد ذلك، هل تطالب باعاده الصلوات فتره حيضها ونفاسها؟ لا تطالب، لان اصلا في الاسلام في فتره حيضها ونفاسها لا تطالب. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ هيقول لك هنا، بخلاف ما لو ارتدت ثم حاضت او نفست فانها لا تقضي زمن الحيض او النفاس الواقع في الرده. الفرق ايه بقى؟ ان التاني بيقضي وهنا ما بتقضيش. والفرق ان اسقاط الصلاه عن المجنون رخصه، لانه انتقل من وجوب الفعل الى جواز الترك. يعني افرض واحد مجنون وهو مجنون كده بيصلي، هنقول له لا لازم ما تصليش؟ قام صلي هو مجنون، اتوضى. انا رحت صرت سراية المجانين لقيت ناس منهم بنتوضى نصلي الظهر، كنا بنزورهم نوزع عليهم وجبات، لقينا كتير منهم اتوضوا وصلوا معانا. فهمت ازاي؟ هنقول لهم لا صلاتهم تصح طالما عاقل في الفترة لحظة الصلاة دي، عاقل يبقى خلاص صلاته تصح لانه يجوز ان يصلي. طيب انما لو واحدة حائض وقالت هتوضى واصلي معاكم، ولا ما ينفعش. فهمت بقى المسألة؟ يبقى التاني يجوز له الترك مش واجب عليه الترك، يجوز. انما الحائض والنفساء يجب عليها الترك، ففي فرق. فيبقى التاني، فعلشان كده بالنسبة للحائض والنفساء ترك الصلاة عزيمة مش رخصة، ترك الصلاة عزيمة وليس رخصة لانها يجب عليها الترك. انما المجنون ترك الصلاة عليه رخصة لانه يجوز له الترك. فهمت بقى المسألة؟ والفرق ان اسقاط الصلاة عن المجنون رخصة لانه انتقل من وجوب الفعل الى جواز الترك، والمرتد ليس من اهل الرخص لان الرخص لا تناط بالمعاصي. واضح؟ ازاي انا اسقط عنه الفرض فترة ردته كأن انا بعينه على ردته؟ ده انا اغلظ عليه عشان هو متعدي. وعن نحو الحائض، يعني ترك الصلاة او ايه ترك الصلاة بالنسبة للحائض اللي هو سقوط وجوب الصلاة عن الحائض عزيمة، كويس، لانها انتقلت من وجوب الفعل الى وجوب الترك. التاني انتقل من وجوب الفعل الى جواز الترك، ده المجنون. لكن الحائض والنفساء انتقلت من وجوب الفعل الى وجوب الترك، انتقلت من واجب لواجب، انما التاني انتقل من واجب الى جائز. ومن لا يشكل على هذا ان اكل الميت للمضطر رخصة. هتيجي بقى في اكل الميت للمضطر، اكل الميت للمضطر يجب عليه ترك الميت اصلا في الحالة العادية، ويجب عليه الفعل في حال الاضطرار يبقى يجب الترك، وانتقل من وجوب الترك الى وجوب الايه؟ الفعل. انتقل من وجوب الترك الى وجوب الفعل. ما قلناش هنا بالرغم انه انتقل من وجوب لوجوب انه عزيمة، قلنا انه رخصة. التانية انتقلت من وجوب الى وجوب، قلنا عزيمة. هنا انتقل، فعلشان كده بيجيب لك الحاجات المشتبهة في الفروع المختلفة عشان يقول لك ما تشتبهش عليك إشكالية أن المضطر بينتقل من وجوب لوجوب بالرغم أن المضطر لما يأكل الميتة رخصة مش عزيمة، مع أنه انتقل من وجوب لوجوب، لأن تملي العزيمة ينتقل من وجوب إلى جواز، تملي الرخصة بينتقل من وجوب لوجوب، الغالب كده، إلا في أكل الميتة للمضطر بينتقل من وجوب لوجوب وما زالت رخصة مش عزيمة. فهمت إزاي؟ ليه بقى؟ ليه قلنا في انه بينتقل من وجوب لوجوب للمضطر في اكل الميتة وهي رخصة مش عزيمة؟ ليه قلنا كده؟
هيقول لك التعليل. ولا ومن لا يشكل على هذا ان اكل الميت للمضطر رخصه، مع انه انتقل من وجوب ترك الاكل الى وجوب فعل، انتقل من وجوب لوجوب اهو، لان الاكل وان كان واجبا تميل اليه النفس. الاكل بطبيعه الانسان لما بيجوع بيميل ياكل، فانت اصلا نفسه بتدفعه للاكل، فيكفيه دافع النفس تحريضا على الاكل، فمحتاجش ان انا اوجبه عليه. فهمت ازاي؟ فما اعتبرهاش عزيمه، اعتبرها رخصة، لان في دافع اخر غير الشرع للاكل، وهو احتياجه الغريزي للاكل، بخلاف الصلاة ما عندوش احتياج غريزي ليها. فهمت المسألة بقى؟ بخلاف الصلاة ما عندوش الاحتياج الدافع الغريزي، ده ما لهاش دافع الا شرعي بس. يعني اللي بيعمل اضراب على الطعام ده، هذا الفعل يقع في اطار الشرع؟ اللي بيضرب عن الطعام ده منتحر، منتحر. لا طبعا، اللي يضرب عن الطعام منتحر، فإذا مات يموت منتحرا، واللي مضرب عن العلاج وهو مريض جائز، لأن العلاج رخصة والأكل عزيمة. واضح؟ يعني العلاج رخصة، يعني لو واحد عي وما راحش للدكتور يأثم؟ لا يأثم. طب راح للدكتور واداله الدواء وما رضاش ياخده يأثم؟ لأنه مظنون النفع، الدواء مظنون النفع، لكن الطعام مضمون النفع. فهمت الفرق بينهما؟ وعشان كده نص عليها الإمام القرافي في الفروق، قال من تارك العلاج فمات من مرضه غير منتحر، وتارك الطعام فمات من تركه منتحر. والفرق أن الدواء مظنون النفع والطعام مضمون النفع عادة. واضح الكلام؟ فاعل كبيرة قتل نفس، وقتل النفس من الكبائر. لا، ليس بكافر إلا إذا استحل، إنما من الكبائر إيه؟ الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس، الفرار يوم الزحف، مش كده برضو؟ قذف المحصنات، الزنا، الكذب، حاجات كتيرة بقى. يبقى قتل النفس إن لم يستحل فكبيرة، فإذا استحل بغير حق كفر. واضح؟ لأن الأكل وإن كان واجبا تميل إليه النفس، فعلة ميل النفس للأكل خلت أكل المضطر للميت رخصة مش عزيمة، لعلة ميل النفس للأكل. فهمت إزاي؟ بخلاف ترك الصلاة فلا تميل إليه النفس بغريزتها، فمحتاج طالما النفس لا تميل إلى ترك الصلاة بغريزتها، فأنا محتاج إن أنا أعزم على ترك الصلاة للحائض، لأن أنا لو سبت الحائض على مخها هتقول لا حصل. ليه؟ لأنها متعودة الصلاة، ويجي لها الحيض تزعل. فالشرع عزم عليها ذلك، لأن النفس تميل إلى إيه؟ إلى الاستمرار في حال كمالها. النفس تميل للاستمرار في حال الكمال ولا تحب النقص، طبيعة النفس كده. واخد بالك؟ فلا تميل النفس إليه إلى ترك الصلاة غالبا، للنفس المعتادة اللي هي اعتادت على الصلاة. وعشان كده الشارع عزم على الحائض والنفساء أن تترك الصلاة، عزم واعتبر عزيمة وليس رخصة. لأن لو رخصة يبقى لو صلت جاز منها، لكن لو عزيمة لو صلت بطل. فهمت بقى المسألة؟ وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة نسب فيه إلى السهو. في المجموع قال إيه؟ قال لو ارتدت ثم حاضت فعادت للإسلام قضت وقت حيضها أيضا. ده في المجموع. أيوة. بيقول لك نسب فيه إلى السهو. خد بالك ده ممكن يبقى إيه؟ سهو قلم. فبيعتذر للإيه؟ للإمام النووي، ده يعتبر سهو قلم منه. وأجاب عنه بعضهم، بعض الناس دفعوا عن الإمام النووي، بيقول لا، بأن مراد الإمام النووي بالحائض هنا أي التي بلغت سن الحيض ولو لم تحض بالفعل. ده الإمام النووي بيقول يعني لو بلغت حد التكليف، واعتبر الحيض هنا هو علامة التكليف، فبدل ما بيقول
ثم بلغت قال ثم حاضت، ويقصد ايه؟ يقصد التكليف. ولو لم تحض، فهمت ازاي؟ فان لم تحض وبلغت حد التكليف وارتدت وجب عليها قضاء الفترة كلها. ادي معنى كلام الامام النووي. يبقى في ناس بيحاولوا يؤولوا كلام النووي بطريقة صحيحة، فهمت بقى المسألة؟ وفي ناس تانيين قال لك لا، ظاهر كلام النووي ان كده لو حاضت فترة ردتها هتقضي فترة حيضها، فلو فهمت بهذا المعنى يبقى الكلام ده سهو من الامام النووي ما يقصدوش. ولو عايز تفهم كلام النووي صح يقصد لو حاضت بمعنى بلغت ولو لم تحض. واضح بقى الكلام؟ هل مولانا ممكن اقول هذا تغريبا عليه؟ ما هي متعب. طبعا المرتد احنا بنخليه يعيد. ليه؟ لانه متعدي. زي السكران اللي وزي اللي لانه متعدي. يبقى كل من فعل فعلا متعديا بفعله فادى الى عدم تكليفه وجب عليه قضاء ما فاته وقت تعديه. لا لا، تقصد في وقت حد؟ لا، لان انا ما كلفهاش بشيء لم يكلف، لان الكافر مطالب بفروع الشريعه، فالكافر وقت حيضه غير مطالب بالصلاه، مش كده برضه؟ فانا لا اطالبه بالصلاه في وقت هو اصلا غير مطالب فيه شرعا. مش الكافر مطالب بفروع الشريعه في الاخره؟ حساب وجزاء. فربنا لما هيحاسب المراه الكافره هيحاسبها على فتره نقائها لما لم تصلي، ولا يحاسبها على فتره حيضها لما لم تصلي. لما في موضوع مثلا سكران اذا طلقت مثلا امراه، عندنا يقع طلاق السكران المتعدي بسكره، ولكن الغير متعدي بسكره لا يقع طلاقه. نعم. اذا في هذه الحاله هو غير مكلف، وكثير من العلماء ومن المذاهب قال اذا كان هو سكران خلاص لا يقع طلاقه. احنا في مذهب الشافعيه قلنا انه اذا تعدى بسكره، طالما تعدى بسكره نؤاخذه بجريره فعله حال سكره، لانه متعدي بسكر، يعني عارف انها خمر وشربها انها خمر فسكر، انما هو ما يعرفش ان الازازه دي خمره. قالوا لي دي كوكاكولا، وهو ما يعرفش يعني ايه كوكاكولا. قال لهم يعني ايه كوكاكولا؟ قالوا ده شرب حلو ينبهك كده وكويس، فراح شربه سكر. وهو سكران باع العمارة بتاعته اللي هي بثلاثة مليون جنيه، باعها ب3000 جنيه، وراح مطلق مراته، وبعدين فاق لا ينعقد بيعه ولا يقع طلاقه، خلاص مش هنواخذه بحاجة. فهمت بقى ازاي؟ لا ينعقد بيعه ولا يقع طلاقه، لكن هو عارف ان دي خمرة وانها حرام وانها تسكر وشربها، وباع العمارة بتاعته ب3000 وهي ب3 مليون، وطلق مراته، وبعدين فاق، نقول له نوقع عقد البيع عقوبة لك، ونوقع طلاق امرأتك عقوبة لك. ده انت عارف متعدي. في مذاهب تانية تقول لا برضه. لا تصح منه، باطلة، لأن من شروط النية الإسلام، شروط صحة النية الإسلام. هو مطالب بفروع الشريعة في الآخرة عقابا، ومطالب بالإسلام في الدنيا لتصح منه فروع الشريعة. فإن أسلم نطالبه نحن في الدنيا، فإن لم يسلم لا نطالبه بفروع الشريعة نحن كمسلمين، لا نطالبه بإظهار فروع الشريعة، لأن في حائل لا تصح منه. ده ما نهر النيل يخلص وحدثه لا ينزل منه، يعني لو اتوضأ بنهر النيل كله وضوءه لا يصح، يفضل برضه محدث. ليه؟ لأنه مش مسلم. إنما المسلم يكفيه كوز مية، والكافر ما يكفوش نهر النيل. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى ساعتها هو عايز يصلي، الكافر ده عايز يصلي، نقول له طب اسلم عشان صلاتك تصح، فتحل الإشكال، يسلم يخش يصلي. وأجاب عنه بعضهم بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولو لم تحض بالفعل، وهو أولى من نسبته إلى السهو، تعليل لكلام الإمام النووي. الثاني من شروط الصلاة بعد الإسلام، شروط وجوب الصلاة بعد الإسلام، البلوغ، أي بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض. يبقى البلوغ بالسن
افرض واحد عيل مخلوق من غير خصيتين، بتجيلنا الحكاية دي ساعات، عيل يتولد نازل من بطن امه كده ما عندوش خصيتين كويس، فالولد ده هيوصل لحد ما يبقى عنده ان شاء الله 20-30 سنة مش هيحتلم، يبقى هيبقى مش مكلف يعني، فيبقى ده تكليفه بالسن. نشوف كده ان في مصر هنا المحتلم بيحتلم، الانسان السليم بيحتلم في سن كام؟ في مصر سن 13 سنة كويس، في افريقيا قرب خط الاستواء على سن 19 سنين، وفي اوروبا وفي سيبيريا على سن 14 و15 كويس، يبقى في الحالات دي هنعتبر بلوغه بالسن، فهمت؟ نعتبر بلوغه بالسن. بنت اتولدت ما عندهاش مبيضين، ما عندهاش رحم، ما اتخلق لهاش رحم، فهمت ازاي؟ بتحصل كتير. طيب دي مش هتحيض، يبقى مش هتكلف، تكلف بالسن، يبقى تبلغ حد التكليف بالسن، يبقى حد التكليف اما بالسن لمن لم يحض او يحتلم، فان حاضت فدي علامة كويسة، وإن احتلم علامة كويسة. فقد القدرة على الاحتلام أو فقدت القدرة على الحيض لأي سبب خلقي أو مرضي، افرض وهي صغيرة عملوا لها استكشاف حادثة في بطنها، عملت حادثة في بطنها استكشاف، فلقوا المبيضين بتوعها باظوا، فشالوا المبيضين وشالوا الرحم بسبب حادثة عربية، وهي عيلة عندها 3 سنين 5 سنين، أهي دي مش هتحيض عمرها، يبقى دي هتبلغ وتكلف عند سن 13 سنة وخلاص، تبقى مكلفة حتى ولو لم يجي إلى حيض خلاص، فهمت بقى المسألة؟ يبقى البلوغ يتم بالسن أو بالحيض أو الاحتلام، وتملي الحيض والاحتلام يتفاوت يختلف سنه من بلد لبلد، يبقى هنحدد السن على حسب غالب البلد، فهمت المسألة؟ طيب. والثاني البلوغ أي بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض، فلا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، فلا تجب على صبي وصبية، الصبي اللي هو الطفل الذي لم يحتلم، والصبية الطفلة التي لم تحض أو لم تبلغ سن البلوغ، لا تجب عليها الصلاة. تفريع على المفهوم، أما يقول إن تجب الصلاة بالبلوغ يبقى مفهوم المخالفة لا تجب بغير بلوغ، يبقى اما يقول لك فلا تجب على صبي وصبيه، ده بالمفهوم مفهوم المخالفه، فهمت ازاي؟ فلا تجب على صبي وصبيه تفريع على المفهوم، تكتف فيه اي مفهوم المخالفه من الوجوب بالبلوغ، ولا قضاء عليهما بعد البلوغ، طالما لا تجب عليها الا بالبلوغ يبقى لما تبلغ ما تقضيش اللي فات، واضح؟ نعم، يندب قضاء ما فاتهما زمن التمييز دون ما قبله. احنا عندنا في زمن التمييز يستحب للمسلم ان يصلي زمن تمييزه حتى ولو قبل بلوغه، يستحب، فاذا كان يستحب له ان يصلي زمن تمييزه يستحب له قضاء صلواته زمن تمييزه، يستحب ولا يجب، فهمت بقى المسألة في المذهب عندنا؟ نعم، زمن التمييز عند الفقهاء هيجي لك الوقت، هيقول علامته زمن التمييز. نعم يندب يعني يستحب قضاء ما فاتهما زمن التمييز دون ما قبله، أي دون ما قبل زمن التمييز، فلا ينعقد قضاؤه، يعني حتى لو قضى غير زمن تمييزه، يعني هو ميز من سن 5 سنين بقى يعرف يمينه من شماله، بقى يستنجي بنفسه، بقى يعرف الخطأ من الصح من الصواب، بيعرف يتكلم، عارف عنوان بيته، مميز كويس، حتى لدرجة لو عندك دكانة تقول له يا واد اقف في الدكانة لحد ما اروح اصلي واجي، ما تقفلهاش كمان، يعني واد مميز فاهم، عمه فلان وامي فلانة وابو فلان بكام ده يا ولد بكذا، ويدي لك الباقي، يعني فاهم كل ده، اسمه زمن التمييز، فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي لو يندب له قضاء زمن تمييزه، يندب ولا يجب، فإن قضى قبل زمن التمييز لا ينعقد، لأن قبل زمن التمييز ما يجبش عليه صلاة، فلا ينعقد قضاؤه، ولا يستحب له أن يصلي قبل زمن التمييز أصلا، لأن لا تصح منه عبادة،
ولو بلغ الصبي في أثناء الصلاة بالسن أو بالاحتلام، العيل ده احنا قلنا هيبلغ في سن 13 سنة، وهو اتولد من 13 سنة في أذان العصر مع أذان العصر أمه ولدته، بعد 13 سنة في أذان العصر في نفس اليوم ولادته، هو راح نوى أول العصر وهي ولدته بعد الأذان بشوي، فلما نوى أول ركعة ما كانش بلغ، في تاني ركعة كان وقت خروج للدنيا فبلغ بالسن، تنعقد صلاته جزءها فرض وجزءها نفل. واضح؟ سهلة الصورة دي، فهمتها؟ مش هنقول له بقى اطلع من صلاتك وانشئ صلاة جديدة علشان انت كده دخلت في الصلاة وهي نافلة عليك، صحيح هي فريضة في الصورة الا انها ليست واجبة عليه، فهمت ازاي؟ فهو بياخد ثواب النافلة ما بياخدش ثواب الفريضة، فما نقولوش اخرج من صلاتك وايه وين وجديد عشان تقع فريضة، لا نقول له لا استمر في صلاتك وجزء منها نافلة والجزء فريضة وتصح. فهمت المسألة بقى دي عايز يقولها؟ ولو بلغ الصبي في أثناء الصلاة بالسن أو بالاحتلام، طب ينفع يحتلم وهو في الصلاة؟ طب ما هو هينتقد وضوء، مش كده؟ إذا خرج المني منه ينتقد وضوء. طيب، بأن أحس بنزول المني في القصب فربط ذكره بحائل، راح مسك ذكره بحائل من فوق هدومه وراح ربطه، لو مسكه بغير حائل انتقد وضوءه. كلها فروض عند الفقهاء علشان تعمل الحس الفقهي، قد لا تقع لكن هو الفقيه عايز يربي الحس الفقهي عند الطالب، ولكن ممكن الحكايه دي ما تقعش، تبقى نادره من النوادر، نكته من النكت، لكن هو بيقول لك عايز يعملها لك زي مساله ولو لم تقع حتى. ايه حكمها؟ بأن أحس بنزول المني في القصب فربط ذكره بحائل وجب عليه إتمامها كما لو بلغ وهو صائم، فإنه يجب عليه إتمامه حيث كان من رمضان، ووقوع أولها نفلا لا يمنع من وقوع آخرها واجبا وأجزأته، ولو جمعة ولو بلغ بعد فعلها أجزأته أيضا. صلى العصر وبعد ما صلى العصر بنص ساعة بلغ وقدامه وقت يقدر يصلي العصر تاني، نقول له ما تخلص وقعت العصر، فهمت ازاي؟ يبقى صلي المغرب بقى، فلا يجب عليه اعادتها بخلاف الحج. بخلاف بقى الحج، حج وقف في عرفات وتاني يوم وهو بيطوف طواف الافاضه خلص طواف الافاضه بلغ، نقول له كمل الحج وده نافله وبحج حجه الاسلام بعد كده، فهمت بقى المسألة بقى؟ بخلاف الحج فيجب عليه إعادته لأن وجوبه في العمر مرة فاشترط وقوعه في حال الكمال، بخلاف الصلاة فوجوبه في العمر متكرر. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الحج يجب وقوعه في حال الكمال كله لأنه ده يجب في العمر مرة، فهمت بقى المسألة دي؟ فلا تجب على صبي وصبية، ولكن الصبي والصبية اللي هو المميزين، ولكن يؤمران بها، تأمر الصبي والصبية المميزين بالصلاة وهي لا تجب عليه، ولكن يؤمران بها أي بالصلاة، ومثلها ما تتوقف عليه كوضوء وتأمره برضو بالوضوء ونحوه زي الاستنجاء طهارة الثوب من النجاسة، تأمر الصبي بكده ليه؟ عشان تعوده، كوضوء ونحوه. ويجب الأمر على أصولهما، مين اللي واجب عليه يأمر؟ أصول الذكور والإناث، الأب وإن علا والأم وإن علت، يعني الأب وإن علا يعني إيه؟ يعني والجد وجد الجد، والأم وإن علت يعني والجدة وجدة الجد، دي الأصول، فهم؟ ويجب الأمر على أصولهما الذكور والإناث، الذكور اللي هم الأب وإن علا والإناث وهي الأم وإن علت، على والوجوب ده على سبيل فرض الكفاية، يعني لو الأب أمر ابنه المميز يبقى سقط الأمر عن الجد،
وسقط الأمر عن الجدة وعن الأم، كفاية واحد فيهم يؤمر، واحد فيهم بس، يبقى على سبيل فرض الكفاية وليس على سبيل فرض العين. مش كل العيلة تتلم وتقول للولد صلي صلي، ده هيترعب. كفاية واحد يتابعه، واخد بالك؟ لكن لو الكل تركه يأثموا الكل. لو كلهم تركوا العيل، الأب وأجداده والأم وجداته، كله ترك الأمر، يبقى يأثمه، لأن فرض الكفاية كده إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يكن به البعض إيه طولب الآخرين به إثما. يبقى على سبيل فرض الكفاية. يعني ما قالش إيه؟ الابن يقول لابوه صلي؟ لا، ما يأمرش ابوه، ينصحه. يأمر ابوه التاني، ده عيل، الفرع يأمر الاصل، ما يأمروش لكن ينصحه. يروح لجده بقى يقول لجده يا جدي يقول لابويا، عشان على الاصل دور، خلي الاصل هو اللي يقوله. مش هيقبل منك، مش هيقبل منك على سبيل الامر، لكن قد يقبل منك على سبيل النصح، واخد بالك؟ والإناث على سبيل فرض، وللمعلم أيضا الأمر. خد بالك إن الأصول ليهم الأمر وليهم الضرب، لكن المعلم ليس له إلا الأمر، لكن لا يضرب إلا بإذن الولي. بإذن الولي بقى، افرض الأب ميت والعم هو اللي بيربي الولد، يبقى بإذن وليه، سواء الولي ده ولي أمره كان أبوه أو عمه. فهمت بقى إزاي؟ وللمعلم أيضا الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي. واضح الكلام؟ ومثله الزوج في زوجته. الزوج مراته ما بتصليش، يأمرها وليس له الضرب، لكن مين اللي يضربها على الصلاة؟ يقول لأبوها حماه، يقول له بنتك ما بتصليش، وهي مراته بقول لها كتير صلي ما بتصليش، يروح أبوها اللي ضربها بقى، اوعى تضربها أنت، لكن أنت تضربها إذا نشزت، لأن النشوز حقك أنت، واخد بالك؟ والصلاة حق الله، فحق الله اللي بيقف عليه مين؟ الولي. وحقك انت، انت مسؤول عن انك انت تحصله. فهمت بقى المسألة؟ لكن اللي يمضي الرجالة بتضرب الستات على الفاضي وعلى المليان، يأس، حرام عليه. مش نقول بقى علشان بيضربها على الفاضي وعلى المليان يبقى يضربها بالمرة على الصلاة، لا، لأنه هو يأس. بيقول ايه؟ ومثله الزوج في زوجته فله الأمر للضرب إلا بإذن الولي. لو أبوها قال له اضربها لو ما صليتش خلاص بقى، بس يضرب بشروط، ضرب غير مبرح، وما يضربش أكتر من 3 ضربات ولا يترك أثر. دي الضرب الشرعي يعني، مش يضرب يجلدها ويجيبها له معورة ويقول له أنا ضربتها وحجزتها في العناية المركزة روح زورها، ما ينفع، ده مش ضرب شرعي، ده ضرب انتقام، ده ما ينفعش. يقول له مش انت قلت لي اضربها، روح زورها بقى في العين المركزه في القصر العين مجبسه، ده ما ينفعش، ده وحش ده. فله الامر للضرب الا باذن الولي، وان كان له الضرب للنشوز، لان ربنا قال ايه؟ فاضربوهن واهجرونا في المضاجع واضربوهن، مش كده؟ وإن كان له الضرب للنشوز، لأنه النشوز يعني يتعلق بحقه هو، بحق الزوج، بخلاف حق الله تعالى والوصي والقيم والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب. أنت وصي على أيتام في حجرك، ليك معنى الأب فيهم، تضربهم وتأمرهم على الصلاة. وكذا القيم اللي هو إيه؟ يعني يقوم برعايتي، زي القيم في دار الأيتام، ناظر دار الأيتام وهو اللي بيربيهم، والعيال ما بتصليش يضربهم، بس ضرب شرعي مش ضرب يعذبهم. فهمت؟ والقيم والملتقط، أنا التقطت طفل طالع من صلاة الفجر لقيت عيل بيوقع على باب الجام، ما عرفش أهل ولا أبوه، خدته شفقة وربته مع أولادي. فهمت إزاي؟ وسميته أي اسم، سميته محمد ابن عبد الله، وانا اسمي يسر، ما ينفعش اسميه محمد يسر لان ما ياخدش اسمي، بعد كده يعمل اعلام وراثه يطلع يورث مني وهو مش ابني، ما ينفعش. انا هسميه اي اسم، هروح السجل المدني واسمي الواد ده اسمه محمد ابن عبد الله
ابن عتريس، اي اسم وهمي، ويعيش الولد كده ويطلع له بتاع شخصيه كده وخلاص، وربيته انا في وسط اولادي، انا ملتقطه، التقطته ليا ان انا اضربه، لان انا اللي اما جاء امره للصلاه ليا ان انا اضربه. فهمت ازاي؟ والملتقط ومالك الرقيق، كان زمان فيه سوق رقيق بيبقى عنده عبيد وإماء شاريهم بيتاجر فيهم يبيع ويشتري، كان فيه سوق رقيق، وقعد عامل عنده بيت حاطط فيه 20 أوضة، كل أوضة حاطط فيها 4 من البضاعة بتاعته، رقيق، لأنه يأمرهم للصلاة، مطلوب على فرضية، فرض عليه أن يأمرهم بالصلاة ويتابعهم، ولو لم يصلوا يضربهم، برضو ضرب غير مبرح. واضح الكلام؟ ومالك الرقيق في معنى الأبي. وكذا الوديع والمستعير للعبد. أنا الوقت مسافر سفر بعيد، وأنا عندي عبد بيخدمني، مش هاخده معايا السفر. رحت لصاحبي وأخويا الأستاذ سعيد، قلت له خلي الودع عندك وديعة لحد ما أجي بعد سنتين، أنا مسافر أوروبا هعمل دراسات وجاي بعد سنتين. الواد العبد ده كان قاعد معايا، بدل ما أسيبه في البيت لوحده وخليه عندك يخدمك لحد ما يجاخده، فبقى وديعة عندك، ده اسمه الوديعة هو. يبقى انت بقيت الوديع وهو الوديعة، والعبد ده بقى الوديعة، ليه يأمره ويضربه للصلاة. واضح الكلام؟ والمستعير، انت جيت قلت لي والله انا الوقت تعبان وعيان ومراتي بتعمل عملية ومش قادر حد يخدمني في البيت، ممكن تعيرني الواد العبد بتاعك ده يطبخ لي ويعملني ويساعد لي في البيت شهر على ما مراتي تطلع من المستشفى. استعرته، قلت له خده، فاصبحت انت مستعير. مش خد بالك زي. يبقى يجب عليك ان تامره للصلاه ويجوز لك ان تضربه عليه ضرب غير مبرح برضه، خد بالك مش انتقام هو، ولو ضربته ما تضربش على الوجه. يبقى فهمت الصور كلها. وكذا الوديع والمستعير للعبد. أول ما يقول لك وكذا، العادة في كتب الفقه أول ما يقول لك وكذا اعرف إن فيها أوجه، ده سيم كده، ويبقى بيقول لك بالراجح، يبقى بيقول لك بالراجح. أول ما يقول وكذا اعرف إن فيها وجه إن ليس له الضرب. فهمت إزاي؟ أو اللي بعد كذا تعرف إن فيها أوجه، بس هو بيقول لك حكم واحد بالراجح، انما اللي قبل كده ما قالكش وكذا يبقى قولا واحد. فهمت بقى المساله؟ يبقى وكذا، وكذا الوديع والمستعير للعبد ونحوهما كالموقوف عليه. انا عامل وقف مسجد وقف، وعندي عبيد كتير، فخلت 3-4 من العبيد بتوعي وقف على المسجد خدمة لهذا المسجد، وعينت إمام للمسجد، فصار إمام المسجد ده كأنه ناظر الوقف، يبقى ليه إنه يؤمر العيال دي إنها تصلي ويضربهم لو ما صلوش. واضح الكلام؟ والموقوف ونحوهما كالموقوف عليه، ولا يقتصر على مجرد الصيغة، ما يقتصرش على مجرد صيغة له صلي، لا، بل لا بد معه من التهديد، كأن يقول له صلي وإلا ضربتك. مش يقول له صلي ويسكت، لا، يقول له ويهدده. وشرائع الدين الظاهرة، وله أن يأمره أيضا بشرائع الدين الظاهرة غير الصلاة، نحو الصوم لمن أطاقه، والسواك كالصلاة، السواك حكمها كحكم الصلاة، أمره بيها برضه واضربوا عليه بدل ما أسنانه تسوس. والسواك كالصلاة في الأمر والضرب. وحكمة ذلك بالرغم أنها غير واجبة عليه، إيه حكمة ذلك؟ إيه؟ أن أنا بأمر المميز، وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله تعالى. لان مشكله كتيرا في اباء يقول لك الواد كبر ودخل الجامعه وما بيصليش، كل ما اقول لان هو قصر فتره تمييز هذا الطفل، ما فضلش يزن عليه ويضربه احيانا ويهدده احيانا ويخليه يصلي. لو عمل كده في الفتره دي الولد يطلع لوحده معتاد الصلاه، بحيث لو تيجي تقول له ما تصليش يزعل، واخد بالك؟ يبقى دي الفتره دي مهمه
علشان بعد كده يريحك لما يكبر. فلا يتركها إن شاء الله تعالى. واعلم أنه يجب على الآباء والأمهات على سبيل فرض الكفاية أيضا مع أمرهم بالصلاة وضربهم تعليم أولادهم الطهارة والصلاة وسائر الشرائع. لازم الأم تعلم بنتها الصلاة والطهارة، وتعلمها لما تحيض إزاي تطهر نفسها من الحيض، وإزاي تعرف إنها الحيض انتهت، وإزاي تغتسل. والأب يعرف ابنه إنه لو احتلم يجب عليه الغسل. اهي دي بقى الدراسة الأمور دي، واخد بالك؟ زي مش محتاجة نظام مؤتمر الأسرة اللي عاملينه بتاع أمريكا إننا نقرر الجنس على العيال في المدارس. لا، المسلمين طول عمرهم بيفهموا الأطفال وبيفهموا الشباب الأمور دي من خلال الفقه الإسلامي، مش من خلال التعرية والإباحية والعري وقلة الأدب. لكن هم عايزين نعلم ولادنا المواضيع دي بطريقة فيها قلة أدب وإباحية وعري، في حين أن الفقه الإسلامي فيه الأدب كله وفيه التعليم كله. فلما تركنا تعليم الفقه الإسلامي في المدارس حصل الخلل ده، فحبوا هم أمريكا تعالج لنا الخلل بطريقتها. لا، إحنا نعالج الخلل بطريقتنا، نقرر عليهم فقه الطهارة، فقه الصلاة. ففي الطهارة هتعرف البنت، هتعرف والولد هيعرف متى يجب الغسل. نقول له يجب الغسل بالاحتلام وخروج المني وبالإيلاج، ويجب يجب الغسل بالحيض والنفاس والولادة، وبتفهم ان هي هتحيض وان الحيض بيبقى مدته كذا، حتى قبل ما تحيض عارف، بحيث اما تيجي الحيضة ما تفاجئهاش، تبقى عارف ان ليها سن. يبقى كل الامور دي كلها بتتعلمها البنت ويتعلمها الولد بطريقة راقية محترمة. فهمت ازاي؟ ما فيهاش خدش للحياء، وفي نفس الوقت تعينها على أداء عبادتي. واعلم أنه يجب على الآباء والأمهات على سبيل فرض الكفاية تعليم أولادهم الطهارة والصلاة وسائر الشرائع. وبرضو لازم أعرفهم أن سيدنا محمد ده هو رسول الله، وإيه الدليل على أنه رسول الله؟ لازم أعرفهم ببساطة، لأنه جاء بالمعجزة، ولأنه صادق أمين، ولأن القرآن معجز، ولأنه أخبر بالمغيبات. وديهم نبذ عن سيرته وعن جماله وعن كماله حتى يحبه. يبقى طالع كده دي شرائع مهمة، وعرفوا ان القرآن ده كتاب الله، وانه ده كلام الله، وانه يتحط في اعلى حتة، ولا يتوسد، ولا اعمله مخدة، ولا احطه واحط عليكم بيت الشاي، ولا احطه تحت الكتب. ده كتاب الله، ده مقدس، ده محترم. كل ما اجي امسك كتاب الله اخده وانا واقف واحطه باحترام، وماخدوش الا بايدي اليمين، وماخدوش الا على وضوء. يقوم الطفل من صغره يشوفني ان الكتاب ده غير سائر الكتب، ده انا بعامله معاملة خاصة، يقوم يعرف ان ده كتاب مقدس. كان مشايخنا يقول لنا لما حد يناولك المصحف يستحب ان تأخذه وانت واقف، ما تاخدوش وانت قاعد، احتراما للمصحف. يوم اما الطفل يتربى ويلاقي ابوه بياخد كل حاجة وهو قاعد، الا الكتاب ده اول ما ياخده وهو واقف، يعرف ده كتاب حاجة تانية. اهي دي سائر الشرائع، يحترم كتاب الله، يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، ياخده ويزور آل البيت وهو طفل صغير، يوم يطلع بيحب آل البيت. يعني احنا حبينا آل البيت ازاي؟ كان ابويا طول واحنا صغيرين ما ينزلش مصر الا لازم يزور سيدنا الحسين وبعدين يقضي مصلحته. فمن صغرنا نروح نزور سيدنا الحسين مع سيدنا الرسول. مين سيدنا الحسين؟ يقول لك ده ابن بنت النبي، ده النبي كان بيحبه، ده النبي كان بيشيله، ده كان النبي يقبله. تقوم تطلع من صغرك كده بيحب سيدنا الحسين، بقت غريزه فيك. فهمت ازاي؟ ادي سائر الشرائع. تربي اولادك على كده، يحفظوا القرآن، يعرفوا كتاب الله، يحفظوا الشهادتين، يعرفوا يعني ايه الله، يعني ايه هو اللي خلقه، يعني ايه هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، وانه بكل شيء عليم. يعرف الحكاية دي، ولما يجي يحصل له مشكلة عشان ما سمعش كلامك تقول له شوف ربنا عاقبك ازاي عشان انت ما عملتش كذا، يقوم يعرف ان ربنا بيعامل عباده بالمنع والعطاء حتى يردهم اليه. يوم ما يتعاملش مع الأكوان إن هو قاعد بياخد ويدي معاها، لا، ده الله هو الذي يفعل، الأكوان لا تفعل. يوم يعرف إن الله سبحانه وتعالى معه أو ضده من خلال تفاعله مع الأكوان، لأن الأكوان ما هي إلا خلق الله تسير على مراد الله. يبقى دي كلها سائر الشرائع. يطلع من صغره بيحب الإسلام، يكره كل دين يخالف دين الإسلام من صغره كده.
ادي التوحيد اللي يتعلمه المسلم، هو ده التوحيد اللي يتعلمه المسلم، مش التوحيد اللي بيقولوه بتوع العيال اياهم اللي بيكفروا المسلمين ويسموه توحيد، ده توحيد، لانه بيعلموهم سوء الظن بالناس، بيعلموهم عدم احترام الناس وعدم احترام المسلمين. لكن التوحيد بالبساطة اللي بقولها لك دي اللي اتربينا عليه، الرسول يقول أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن، هذه سائر الشرائع. يوم الطفل من صغره عارف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يبقى من صغره كده يعني وعارف، مش تقول له كل علشان تكبر، لا تقول له كل عشان ربنا يكبرك، عشان يعرف ان اللي يكبر هو ربنا مش الأكل. فهمت ازاي؟ الاحسن يفتكر ان الاشياء فاعله بذاتها. تقول له خد الدواء عشان ربنا يشفيك، مش خد الدواء عشان تخف، يقوم يفتكر ان الدواء بيخفف، لا. فهمت؟ تقوم تربيه على كده، على الاعتماد على الله بقلبه وعلى اخذ الاسباب تعبدا. فهمت بقى؟ ادي سائر الشرائع ببساطه. يعني انا بنتي ايه مره كنت بوديها لدكتور السنان وكانت لسه في كي جي 1. فدكتور السنان بيقول لها افتحي بقك علشان اعمل لك ضرسك، مش عايزه تفتح بقها. قال لها يا بنتي افتحي بقك علشان اصلح لك ضرسك تقوم تعرفي تاكلي عشان تكبري. تقوم تقول له ايه؟ ربنا اللي بيكبر يا دكتور مش الاكل. ما كانش ليه مربيانها؟ مربيانها مظبوط. قام الدكتور اعجب بيها قوي، يقول يا سلام والله اجابه جميله. فلما قالها اجابه جميله فتحت له بقها. يعني لازم العيل يبقى متربي على هذه الاشياء ويوم يطلع معتمد على ربه. ما يفتكرش ان الاشياء فاعله بذاتها. يعرف انها فاعله بالله هو الذي يفعل فيها. طب وليه ربنا ما جعلش فعله ظاهر بغير الاسباب؟ عشان يحجب الكافر بالاسباب، عشان يحجب الكفار اهل الخذلان بالاسباب، يقوم يتعاملوا مع الاسباب على انها فاعله، وعلشان انت تاخذ بالاسباب تعبدا الى الله. فهمت ازاي؟ الرسول يقول اشرب كما يشرب العبد، اكل كما ياكل العبد، تعبدا. لكن مين اللي بيشبع؟ ربنا. ومين اللي بيروي؟ ربنا. لكن اما تعطش تشرب ميه، تعبد. لكن مين اللي بيروي؟ ربك. فهمت بقى المسائل؟ ادي سائر الشرائع، تعرفوا ان في حاجه اسمها قران، وان في حاجه اسمها انجيل نزل على سيدنا عيسى، وان في انبياء كتير قبل النبي، وان نبينا افضلهم، وان نبينا سيدهم. وسيدهم بدليل ايه يا ابني؟ شوف لما في الاسراء والمعراج صلى بيهم امام، شوف اكبر دليل على انه سيدنا. دلائل بسيطه لكنها تدخل في ذهن الطفل، يفضل طول عمره مستسغه. فهم؟ مش ادله عميقه، هي ادله عميقه لكن بطريقه سهله مبسطه. تقول له ده سيدنا محمد ده افضل الخلق، افضل من لان افضل الخلق مين يا ولد؟ يقول لك الانبياء يا بابا. طب مين اللي كان امامهم يا ولد؟ كان سيدنا رسول الله. يبقى سيدنا رسول الله افضل من الانبياء ولا لا يا ولد؟ يقول لك اه افضل، لانه اما الانبياء. تقول له افضل من الملائكه، يقول لك بدليل ايه يا بابا؟ اقول له لان سيدنا جبريل افضل الملائكه، وسيدنا رسول الله تقدم في المعراج على سيدنا جبريل. فيبقى سيدنا رسول الله افضل الملأ الاعلى وافضل ايه؟ وافضل الانس. واضح؟ ادله بسيطه لكنها تفضل في ذهنه معاه في حياته طول عمره ماشي، ما تختلطش عليه الامور. ادي معنى شروط ان الولي ده والاب ده يربي ابنه على هذه الامور. يوم ما يجي يقعد بعد كده بقى على النت لما يكبر ويعمل شاتنج مع عيال كفار، ما يعرفوش يعملوا له خلل في عقيدته، لانه الواد ايه؟ متاسس تمام، يعرف يرد، محفظه قران، محببه للنبي، معرفه ادله فضائل النبي، معرفه الصلاه ازاي، عارف الطهاره من النجاسه، عارف الزنا، وعارف قله الادب، وعارف الكذب، وعارف ان ده حرام. ساعتها بقى يقول لك ايه؟ لاعبه سبعا وصاحبه سبعا، مش كده برضو؟ لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، وبعد كده ايه؟ اترك الحبل على الغير، ما يهمكش بقى، ارميه في اي حتة، الواد مسلم. فهمت بقى المسألة؟ ادي المسلمين في طريقة تربيتهم سهلة، ما عندهمش حكاية بقى ايه القلق النفسي الزائد ده، لان عارف ان اللي بيربي ربنا، وانت بتعمل اللي عليك وسايب ربك وبتدعي له في صلواتك. فهمت ازاي؟ طالما بتدعي له دعوة الاب مستجابة وبتعلمه، خلاص تسيبه بقى لله، وتحرص انك تطعمه حلال، وتعرفه ان الكذب وحش، وان الحرص على الطعام الحلال ده عبادة كبيرة، وتعرفه القناعة تقنعه، وتعلمه انه ما يبصش في ايد غيره، وان هو يحمد ربنا على اللي في ايده ويبقى احلى حاجة عنده. فهمت؟ يوم يطلع على طول، مش طول النهار يقول لك يا بابا
انت جبت لي مش عارف شنطه وحشه، ولا لقيت زمايلي عندهم شنطه بعجله وانا الشنطه بتاعتي بعجله واحده وصاحبي عنده شنطه بعجلتين، ما ينفعش. هيطلع الواد طول عمره بيبص للي في ايد الناس، وهو اما يبقى حتى كبير بيبص للي مش هيحمد ربه. لكن تعلمه تقول له احمد ربنا في غيرك، ما بيروحش المدرسه اصلا، شوف ابن فلان قاعد هو ما راحش المدرسه، احمد ربنا. يبقى تعلمه ان ينظر لمن هو دونه، لان ده احرى لان يحمد الله. وتعلمه ان ما تنظرش للي فوقك يا ابني، لان يمكن اللي معاه حاجات اكتر منك ده يمكن مريض وانت سليم، يمكن ما بيفهمش بسرعه وانت بتفهم بسرعه، انت عندك نعم تانيه، لابس نظاره وانت نظرك قوي، فتحمد ربنا. ربنا اداله مثلا دي ازيد شويه، لكن ادالك انت حاجه تانيه ازيد شويه، والحكايه رحمه. يوم يبتدي بعد كده يعيش طول عمره نظرته للحياه مختلفه. فهمت؟ دي مهم. ادي معنى ان واجب على الولي ان يعلمه سائر الشرائع ببساطه، مش مساله مش تجيب له البيجوري تقراه له وهو لسه في كي جي 1، لا. فهمت بقى المساله؟ ومؤنة تعليمهم في أموالهم إن كان لهم مال. طب افرض الطفل ده غني وأبوه عامل له يعني عزبة ملكه باسمه، وأنت بقيت عمه مسؤول عنه، لأن أبوه ده راجل أعمال طول النهار رايح جاي من الصين لأمريكا للبرازيل، ما بيقعدش في مصر، وسايب لك ولاد أخوك أنت اللي بتراعيه. يبقى ساعتها لما تيجي تأدبهم وتعلمهم قرآن وتجيب لهم الشيخ والحاجات دي، تاخد من مالهم تدفع لهم، يبقى مؤنة تعليمهم من مالهم، لأن الشيخ اللي هيجي يعلمه القرآن عايز أجرته، والمدرسة اللي هيدخلها عايز أجرته، وكل حاجة هتعلمها له وتجيب له كتب يقراها عايز فلوس وهكذا. فإن لم يكن، ما عندهمش مال، ففي مال آبائهم، فإن لم يكن ففي مال أمهاتهم، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين أن يقوموا بقى بالأطفال الفقراء، واخد بالك؟ ولكن يؤمران بها امتى؟ المميز بعد 7 سنين. يبقى كل الكلام ده الامر ده بعد 7 سنين، ويضرب بعد 10. يبقى يؤمر بس بعد 7، ويؤمر ويضرب بعد 10، اي بعد تمامها. والصيام بقدر احتماله، اول ما يحتمل تأمره. التكليف، لكن كل الفتره دي اللي بيعملها بتاخد اجر النافله وبياخد اجر العاده، يتعود بقى بعد 7 سنين، أي بعد تمامها اتفاقا، حتى لو حصل التمييز قبل استكمال 7 لم يجب الأمر، لكن يسن حينئذ كما هو مقتضى كلام الموضوع المجموع. وقال في الكفاية إنه المشهور، وحكى معه وجها أنه يكفي التمييز وحده في وجوب الأمر. يعني المسألة هنا فيها 3 أوجه. لو الطفل ميز قبل 7، في ناس قالوا لا يجب برضو ايه انك انت تأمره حتى لو ميز، وفي وجه قال لك لا، العبرة بالتمييز مش بالسن، فلو ميز تأمره حتى ولو قبل 7 سنين. واضح الكلام؟ وفي وجه ثالث قال يسن انك تأمره اذا ميز قبل 7، ويجب ان تأمره بعد 7. يبقى فيها 3 أوجه. فهمت بقى المسألة؟ بعد 7 سنين تأمره امتى؟ ان حصل التمييز. انما افرض الواد تمييزه بطيء شويه، عنده مرض، عنده حاجه، عنده ضعيف البنيه، يعني تمييزه اتاخر شويه لاي سبب، عن 7 سنين، ميز بعد سن 9، بعد سن 8، يبقى خلاص. ان حصل التمييز بها اي معها، فالباء بمعنى مع. واحسن ما قيل في حد التمييز، اهو اللي كنت بتسال عليه، حد التمييز، ايوه، أن يصير الصبي ومثله الصبية، بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وقيل بأن يعرف يمينه من شماله، كما في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل متى يصلي الصبي، قال إذا عرف شماله من يمينه، وقيل بأن يفهم الخطاب ويرد ويرد الجواب، وقيل بأن يعرف ما يضره وما ينفعه، وإلا فبعد التمييز. وإلا يبقى ما لو لم يميز في سن 7 سنين ما يأمروش إلا بعد التمييز، وإلا
فالامر بالصلاه بعد التمييز. يبقى العبره بالتمييز مش بالسن، لكن لو جه السن مع التمييز يبقى بها ونعمه، لو تاخر التمييز يبقى يؤخر الامر للتمييز. ويستحب عند التمييز لو سبق السبع، فهم؟ يعني لو ميز قبل السبع يستحب الامر على وجه، لو لم يميز الا عند السبع يبقى يجب الامر، لو ميز بعد السبع يبقى لا يستحب ولا يجب الا بعد التمييز. يبقى العبره بالتمييز، واخد بالك؟ فان اجتمع التمييز مع السن يبقى بها ونعمه، فان تاخر فالعبره بالتمييز، والا فبعد التمييز. انا عندي مسقطه يبقى صلحها بقى في الهامش. والا فبعد التمييز، اي وان لم يحصل التمييز بالسبع بان تاخر عن السبع فلا يؤمران قبله ولو بعد السبع بل بعد التمييز، لان غير المميز لا تصح عبادته فكيف يؤمر بها؟ ويضربان على تركها بعد كمال 10 سنين. نقف عند هذا الحد ونكمله ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خير.